بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اتكلمنا على البيئة التسويقية على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم، وفي اختلاف على المستوى المحلي على المستوى الدولي، وقلنا ان في اختلافات اقتصادية واختلافات سياسية واختلافات ثقافية. ومن ضمن العناصر الثقافية اللي هنتكلم عليها ازاي التفاوض والتواصل بين الدول وبعضها البعض في عملية التسويق الدولي، ده اللي هتبينه المحاضرة دي. طبعا زي ما انتم عارفين ان عمليه التواصل معناها انتقال معنى، فانتقال المعنى ممكن يكون عن طريق اللغه المكتوبه، ممكن عن طريق البادي لانجوج، عن طريق التصرفات، عن طريق السلوك. فالمفروض الرجل التسويق اللي بيشتغل في المجال الدولي او بيتعامل في المجال الدولي لابد يبقى عارف المعاني بتاعه الرموز والايماءات والحركات مع الدوله اللي بيتعامل فيها او رايح يتعامل فيها. يعني المسافة بين الناس وبعضها البعض، في بعض الدول بيبقوا ما بيحبوا يقربوا من بعض، وفي بعض الدول بيحب الناس تقرب، بيحبوش الناس تقرب لبعضيها، وفي ناس بيحبوا يصافحوا بالإيد، وفي ناس بيحبوا يصافحوا زي اليابانيين بتاني الجذع. فالحاجات دي كلها مهمة جدا، كلها تأثير على التجارة الخارجية أو على التسويق الدولي. دلوقتي هناخد برضو بعض الأمثلة على عملية التفاوض بين بعض الدول في مجال التسويق الدولي. هنبدأ في التفاوض في مع الناس في البرازيل. يعني المجتمع هناك بيعتمد على البلاغة وعلى اللغة وعلى الكلام كتير، بعكس مثلا دول تانية الأمريكي مش عايز الكلام الكتير دون. والبرازيلي كمان ما يحبش حد يفرض عليه، يعني ممكن تقترح عليه لكن ما تفرضش عليه رأي. وبالتالي ممكن تاخد المفاوضات وقت طويل جدا في الاقتراح والرد على الاقتراحات. عشان كده يمكن بيستمتعوا هم في البرازيل على في عملية التفاوض دي، بعكس مثلا الامريكان بيحسوا ان البرازيليين بياخدوا وقت طويل جدا. وكمان البرازيليين بيحسوا ان الامريكان ما عندهمش لمسة انسانية، عايزين جايين يتكلموا في الشغل وخلاص. في النواحي الإنسانية مهمة جدا في البرازيل. يعني وطبعا البرازيليين بيحبوا النواحي الفردية، بحيث ان انت ما تحسش ان هم يعني كجماعة مع بعض، فبقى في احيان جوه بينهم وبين بعضهم صراعات كزملاء. يعني عشان كده قيمة الوقت عندهم مش مهمة، وطبعا الوقت عندهم مش مهم، ويعني بياخدوا وقتهم طويل قوي وما بيبالوش المخاطره، فدايما وبيلعبوا في المضمون زي ما بيقولوا. عشان كده يمكن ده محامي على طول، المفروض ان احنا بنتعامل معاهم ما نصدش معاهم او مبقاش في مواجهه، لان هم حادين جدا في التعامل. يعني بالنسبة بقى لليابانيين، التفاوض معاهم مختلف شوية عن البرازيليين. بيعتمدوا على الود والصداقة، يعني النواحي الإنسانية عندهم مهمة، لكن برضو بياخدوا وقتهم شوية. يعني إذا كان في أوروبا أو في بلد تانية، التفاوض ممكن لعملية استيراد أو تصدير حاجة معينة تاخد يومين تلاتة أربعة، لا ده ممكن تاخد أسبوعين أو أكتر في اليابان، لأن هم بيحبوا يناقشوا كل صغيرة وكبيرة، لأنهم بعد ما بيوصلوا لاتفاقية ما بيرجعوش فيها. لكن عندهم إيمان بالقضاء والقدر والظروف الخارجة عن الإرادة. طبعا ده راجع لطبيعة المجتمع هناك والزلازل والبراكين اللي بتحصل دايما هناك، فلو حاجة خارجة عن إرادة هو ممكن يعني حصل واحد ما نفذش التزامه معاهم نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، ممكن يعدوها له يعني. فالتقاليد عندهم مهمة جدا، والاحترام الكبير الصغير للكبير، ويعني دايما التعامل مبقاش مع الكبار مره واحده، التعامل مع الاقل، والاقل هو اللي بيعرض على الكبير. ولكن ما دام موجود في فريق التفاوض مجموعه من الناس، القرار بيكون قرار جماعي وليس قرار فردي، لازم يكون فيه اجماع. يعني لو فرضا فريق التفاوض سته، لو خمسه موافقين وواحد السادس مش موافق مهما كان مركزه،
ما ينفعش يتخذوا قرار، لازم يا اما الخمسه يقنعوا الواحد دون كلهم عشان يبقوا مع بعض اجماع سته، او الواحد ده يقنع الايه الخمسه. اكتر حاجه بتتعب اليمنيين او تضايقهم انك تلجا للمحكمه لو حصل خلاف او حصل مشكله، لان هم عندهم استعداد لو حصل مشكله ان يقعدوا يتفاوضوا ويحاولوا يريحوا جميع الاطراف او يوصلوا لحل يرضي جميع الاطراف اذا كان حصل في خلاف. عشان كده هم مؤدبين جدا في الايه في التعامل، ما بيحبوش بقى دخول المحاكم في الموضوع الايه الشغل يعني. عشان كده العقود بتاعتهم دايما محدده فيها كلام محدد ومقل ودل زي ما بيقولوا. نيجي بقى للتفاوض في الصين. المشكلة جدا الصين دايما ما عندهمش معلومات عن الجهة اللي بيتعاملوا معاها، فأحيانا بيعملوا يبعتوا فريق عشان يعني يعمل تفاوض، هو أصلا مش هدفه التفاوض، هو هدفه يعرف الطرف الآخر ده بيفكر إزاي وعايز إيه. أحيانا بيعملوا حاجة اسمها تمثيلية تفاوض، جايين تفاوض هم مش أصلا مش مخورين أو مش ما عندهمش سلطة اتخاذ قرار، لا يعرفوا الطرف اللي قدامهم عايز إيه. الصينيين أحيانا بيحترم الوقت وأحيانا ما يحترمهوش، فمش عارفين يمكن النقطة في غموض بالنسبة لهم يعني. التوصل عشان نوصل معاهم لاتفاق بياخد وقت طويل جدا، ولكن ما دام وصلنا لاتفاق هم بيحترموا ايه اتفاقياتهم يعني. ولكن لو حصل الغاء اي اتفاقية وحصل فيها الغاء لظروف خارجة او لاي ظروف، هم يعني ما عندهمش ايه مشكلة في الموضوع ده يعني. وكمان الصيني عايزك تتقبل اسلوبه، هو انت عاجبك تتعامل معاه على وضعه تتعامل، مش عاجبك خلاص ايه سيبه. ولكن معظم الشركات سواء الامريكيه ولا غيرها بتتعامل مع الصينيين لانه سوق كبير، اكتر من مليار موجودين هناك، فبالتالي لو صدرنا لهم هنصدر كميات كبيره. الاجانب برضه هم بيصنعوا وبيصدروا بكميات كبيره او عندهم تكنولوجيا كبيره، فعاجبك تتعامل معاهم على وضعهم تعامل معاهم، ورغم انه تعامل صعب يعني. بالنسبة بقى للتفاوض مع الناس في فرنسا او مع الفرنسيين، محتاجين انضباط اكتر شوية يعني. فاذا كان في عرض حد هيقدمه لهم لازم يبقى مكتوب، ولازم يكون ليه قواعد، مش عملية عشوائية، وبيتكلموا في كل صغيرة وكبيرة، ومفيش أي مشكلة لو حصل فيه اختلافات، هم يعني الاختلافات دي بتحاولوا يناقشوها عشان يوصلوا لحل. عندهم المجاملة والاحترام مهم جدا، لكن بيكرهوا إن الاحترام ده أحيانا بعض الناس يظنون إنه عايز يبقى صديق، لا هو الاحترام في مجال العمل، لكن بعد العمل خلاص هو انتهى الأمر على كده. وإذا تعاملت مع الفرنسيين لازم تركز كلامك مع الكبير اللي فيهم، وإحنا عارفين إن بعض الدول ممكن تقبل هدايا من الوفود وبعضها البعض، لا الفرنسيين ما بيقبلوش أي هدايا من أي حد في الشغل. كمان الفرنسيين الوقت عندهم مهم جدا وملتزمين جدا في الوقت، ولكن في احيانا في بدايه اللقاءات يحاولوا يتاخروا شويه عشان يبينوا نوع من السيطره على الطرف الاخر. ممكن يبقى في مناقشات حاده لكن من غير انفعال جامد جدا، ما فيش مخاطره عندهم في اي حاجه، كل حاجه بتحبوا تاكدوا عليها، بيتكلموا على التفاصيل زي ما احنا قلنا. ويحبوا العقود بيحبوا اول لغتهم ومعتزين بلغتهم، يحبوا كل حاجه تتكتب باللغه الفرنسيه، ويكتب كمان اذا كان حصل اي خلاف بين الاطراف وبعضها البعض تتحل او تنظر في المحاكم الفرنسيه مش ايه مش غيرها. بالنسبه بقى للتفاوض في المانيا، طبعا احنا عارفين الالمان منظمين جدا ودقيقين جدا، فبالتالي التفاوض برضو عندهم دقه ولهم اسلوب مباشر ومحدد، ويبداوا على طول في الكلام المهم ويسيبوا التفاصيل الصغيره لبعدين،
وبيشتغلوا كفريق، اعتقد عاملين زي الموضوع اليابانيين بالظبط. ولكن اذا احد الناس الطرف الاخر اللي بيتعامل معاهم طلب مقابله واحد من الكبار والمهم، لا السكرتيره بتدي له واحد اقل شويه او تبعته لواحد اقل شويه. البروتوكول، قواعد البروتوكول والاناقه في الملابس مهمه عندهم جدا. بيحبوا دايما يقول لك الكلام المنمق برضو، اللي من فضلك وشكرا، وعايزين الطرف الاخر يتعامل معاهم بهذا الايه الطريقه او بهذه الطريقه. كمان بالنسبه للالمان الوقت عندهم مهم جدا، ما عندهمش مخاطره، عشان كده بيركزوا على كل العناصر. اي حاجه لازم يكون فيها ارقام وبيانات واضحه. القرارات بتاعتهم بتبدا من اعلى لاسفل، يعني من الكبير للصغير. وبعد ما يوصلوا لاتفاق مش بيوقعوا على طول، لازم تاخد فتره ما بين الاتفاق والتوقيع على الاتفاق، لان ساعات بيبقى محتاجين يستوعبوا الحاجات دي ويتاكدوا ان مفيش اي ثغرات في الايه في الموضوع، ويدرسوها ويبعتوها الناس مستشارين يدرسوا الاتفاق قبل ما ايه ما يتم التوقيع عليه. نختم بقى، احنا اتكلمنا عن اوروبا ويمكن امريكا الجنوبيه وعن اسيا، فنبدا بقى نتكلم عن افريقيا. التفاوض في نيجيريا بقى، التفاوض في نيجيريا، في طبعا قبائل في نيجيريا، ففيها نظام قبلي، فالتفاوض بيبقى يبدا دايما بروح مرحه وحب وود، لكن احيانا الجو ما يخش بقى في تفاصيل واتفاقيات وكلام، ممكن الامور تبقى حاده في الاخر. كده على مهلهم قوي، على مهلهم قوي، على مهلهم قوي. دايما المفاوض النيجيري يحب يرجع لرئيسه في كل صغيره وكبيره، سواء ده على مستوى القطاع الحكومي او على مستوى القطاع الايه الخاص. يمكن بعض الاجانب بيتعاملوا معاهم بيبقى بيحسوا بضيق من التعامل معاهم، ولكن هم يفسروا الضيق ده نوع من العنجهيه، على اساس ان بي الاجنبي او الغير نيجيري ده اللي بيظنوا نيجيريا، يعني التانيين شايفين نفسهم متفوقين عليهم يعني. وكمان النيجيريا رغم ان عندهم يعني الامور مش دول من الدول المقدمه ومش غنيه قوي، لكن معتزين بانفسهم. وما زالوا ان هم بيكرهوا البيض، على اساس ان ليه ان البيض استغلوهم فتره طويله جدا في اوروبا وامريكا، تم استغلالهم، لان طبعا انتوا عارفين ان عندهم بترول وعندهم كلام من ده، فكان الاجنبي دايما اللي هو الاوروبي كان بيستغل. فبدا بعض الاوروبيين لما يبعتوا لهم ناس عشان يتفاوضوا معاهم يتفاوضوا يبعتوا لهم ناس سمر زيهم، يعني رغم ان هم مثلا من جايين من اوروبا لكن جنسياتهم اوروبيه، لكن سمر، على اساس يعني يزوروا حده عنصريتهم ضد البيض، ولكن هم ما عجبتهمش الاسلوب دون، على اساس ان هم بيحسوا ان ده نوع من الخداع يعني. ف دايما الوسطاء دايما ليهم دور هناك عشان يوفقوا بين الايه الاثنين. وكمان العلاقات ما بينهم بعضهم، علاقات سواء علاقه الافراد بتاع الفريق التفاوض النيجيري مع بعضهم البعض او مع الطرف الاخر، مهمه ايه جدا. وكذلك التواصل غير اللفظي، البادي لانجويج مهم عندهم جدا، الناس تحترمهم في الجلوس والتعامل. ولازم نستخدم القاب، ما ينفعش نندهله باسمه الايه الشخصي. وعشان كده الملابس الرسميه مهمه عندهم جدا، مش الملابس المبهرجه او ملابس الكاجوال يعني. وعندهم الوقت مش مهم، بالنسبه للنيجيريين الوقت عندهم مش مهم، مش مشكله ان هو الناس تستناك ساعه اتنين تلاته. واعتقد في افريقيا كلها الموضوع ده موجود عندهم، عدم الاهتمام بالوقت، وهم شايفين ان ده طبيعتهم، ومطلوب المفروض الطرف الاخر ما ينزعجش من الموضوع ده، يعني مش مبرر يعني ان ايه يتاخروا شويه، ما فيهاش مشكله، الدنيا مش هتطير يعني. وعلى عكس كل اللي قلناهم قبل كده، ان ممكن يبقى فيه هدايا او رشاوي حاجات اندر تيبل والامور تمشي
رغم ان الحاجات دي منعها الدولة، لكن بتمشي عندهم ايه هناك. وعشان ما عندهمش بيانات دقيقة ممكن يقبلوا اي اتفاقيات او فيها مخاطرة يعني شوية، لان هما ما بيرجعوش لبيانات، ما عندهمش بيانات دقيقة، مش متوفرة عندهم البيانات دي يعني. يتبقى بس ان انا اتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله. ونخلي بالنا احنا المادة العلمية اللي بعتها لحضراتكم في حاجة عناصر كتيرة جدا، لكن هنلتزم باللي احنا خدناه في المحاضرات اللي احنا خدناها مع بعضينا، سواء اللي احنا اتقابلنا مع بعض فيها في المكتب عندي او سواء المحاضرة دي. ويتبقى ان انتوا تبعتولي طبعا اوراق العمل، وهبعت لكم في الجروب اخر موعد لتقديم الاوراق العمل دي عشان اقيمها، وابقى ان شاء الله اتواصل مع حضراتكم اقول لكم اللي النتيجه باذن الله، وبالتوفيق والنجاح. دكتور ابراهيم امام. وبكده المحاضره الاخيره تمت بحمد الله وخلصت، وان شاء الله اتمنى لكم النجاح. لكن يتبقى بس ان احنا نتواصل مع بعضينا، ان كل واحد يبعت لي من حضراتكم يبعت لي ورقه العمل اللي اتفقنا عليها ونقيمها، وبرضه ابعتها لكم يا اما عن طريق الميل او عن طريق الجروب اللي احنا عاملينه مع بعضينا، وان شاء الله بالنجاح باذن الله وبالتوفيق باذن الله. شكرا. ابراهيم امام.